الفيلم مختلف بالنسبة لي، فيلم رومانتيك مش كئيب ومش كوميدي، مكتوب بحرفية حلوة جدا، فيلم فيه عمق حاسيس الشخصية ومشاعرها والمواقف اللي فيه أنا ما قدمتهاش قبل كده. بس عثمان أبو لبن عامل مجهود معايا برضو كبير، فيا رب إن شاء الله يطلع حلو في الآخر. وحسن خلص تصوير الفيلم والمتوقع نزوله بالفالنتين، لكن كيف استعد لها الدور؟ هو في جهد الفيلم ده إن أنا قاعد بأكل كتير، ما فيش فيه مشاهد أكشن مثلا أو كده، فهو بس إن يعني إن الواحد يبقى مش لازم يبقى عنده في نوعية الفيلم ده عضلات مثلا كبيرة أو كده، يعني مجرد ان الواحد يبقى جسمه متناسق عادي يعني. لكن لحسن الحظ انه حسن ما حيطول بهالشيء بكتير، فبعد انتهائه من هذا الفيلم رح يبلش فيلم تاني مباشره من نوع الاكشن. كنت بحضر له من زمان، وهيبقى بقى في لوك مختلف وشكل مختلف. انت الاكشن شو بدك تعمل فيه يعني؟ بدنا نشوفك ان شاء الله تبقى حاجه توتالي ديفرنت عن اي حاجه شفتيها ليا. نار شكل كل حاجه بحر وجانز وكل حاجه. هاخد زي كورس في حاجات معينه كده هتتعمل في الفيلم عشان تبقي فيزيكلي مش بس ممكن الشكل بتاعك كويس، لكن تقدري تعملي سينز بشكل احترافي قوي. حاجز فين يا باشا؟ رومانتيك واكشن هي مخططات حسن بالنسبه للسينما، لكن شو بالنسبه للدراما التلفزيونيه؟ فهل حسن قرار مشاركته بموسم رمضان 2020؟ باذن الله يبقى عندي مسلسل في رمضان، بس حاليا انا يعني قدامي موضوعين، الموضوعين حلوين وعجبني، بستقر على حاجه فيهم يعني في خلال اليومين الجايين دول ان شاء الله اكون استقريت على حاجه، بس باذن الله يبقى عندي عمل في رمضان، وهو مش عمل كوميدي، هو هيبقى عمل درامي. ويمكن حسن ياخذ بريك من الكوميديا اللي قدمها باكثر من عمل درامي وكمان بالمسرح بلوكانده الاوباش اللي انعرضت بموسم الرياض بالسعوديه. كانت فرصه بالنسبه لي حلوه جدا، مفيش احسن من كده ان انا اعمل عرض مسرحي كبير ويليق بالواحد عايز يعمله ويليق بالحدث بتاع موسم الرياض، والحمد لله عملنا بقى العرض والحمد لله لقى نجاح كبير جدا. وهل من بعد لوكاندة الأوباش بيخطط حسن لتجربة مسرحية جديدة؟ المسرحية لسه هنعرضها تاني، واحنا كل ما بنشتغل كل ما المسرحية بتحلو وبنطلع حاجات، ناويين ان احنا نعرضها، هنعرضها في بلاد يعني، هنروح السعودية تاني وهنروح كذا بلد عربي في المخطط يعني هنعرض فيها، وهنعرض في القاهرة برضو في اسكندرية. أنا ما بخافش من مراتي، أنا بخاف من مراتاتي. وبعيد عن حياة حسن المهنية بنلاحظ دايما في تفاعل من الجمهور على حياته الشخصية، وآخرها كانت الصورة اللي نزلها على حسابه يوم عيد ميلاده وكانت بتجمعه بأخته نيبال. الناس قعدوا يتكلموا ويقولوا شبه بعض أو مش شبه بعض، فنيبال أختي دي يعني أنا بعتبرها بنتي وحبيبتي وربنا يخليها لي يا رب. وأثناء وجودنا بالكواليس مع حسن سمعنا أنه والدته مريضة وكنا حابين نطمن على صحتها. يعني تعبانة شوية وإن شاء الله يا رب كده ربنا يقومها بالسلامة ويخليها لنا وإن شاء الله تبقى زي الفل بإذن الله. واضح أنه العيلة إلها مكان كبير بحياة حسن، ولاحظنا تأثر الكبير عم يحكي عنهم. كل واحد طبعا بمكانه ليه حبه، يعني أم الأخت الزوجة، لكن بيبقى عندك مشاعر تحس ان انت عندك اهتمام وكيرنج قوي على الناس دي كأنهم ولادك.